السلام عليكم، هلا فيكم في الجزء الثاني من سلسلة أساسيات الآيفون. بس بتكلم عن أشياء قلتها بالجزء الأول بعيدها مرة ثانية للتأكيد. السلسلة هذه راح تكون من 4 إلى 5 أجزاء، راح نتكلم فيها أساسيات التعامل مع الآيفون 10. هي راح تكون دار الآيفون 10 والآيفونات السنة الجاية مع الآيوس 11، وتقريبا بتكون فيها تحسينات للآيوس 12 وغيرها في السنوات الجاية. الفيديو بطرق تسهلك التعامل مع الآيفون 10 وتعلمك أشياء يمكن ما تعرفها، فخلونا نبدأ. طبعاً إذا ما شفت الجزء الأول، شوف الجزء الأول أول شيء، بعدين أرجع للفيديو هذا. بسم الله. طيب نتكلم الحين عن ميزة البعض ينزعج منها. من الآيوس تقريباً 7 أبل حطت عدم الإزعاج في الجهاز، لكن في الآيوس 11 حطت عدم الإزعاج وأنت تسوق. فلو بنخش الإعدادات، نروح عدم الإزعاج، أيوة راح نشوفها هنا. عدم الإزعاج أثناء القيادة، وأنت مشغل تحديد الموقع الجهاز راح يعرف أنك في السيارة تسوق، فما راح تجيك إشعارات ولا مكالمات. أما الخيار الثاني إذا كنت شابك على بلوتوث السيارة، راح يشتغل عندك عدم إزعاج، وبكذا ما تجيك إشعارات إلين توقف. أو يدوي، أنت ما راح تشغله باليدوي بكيفك أنت، فأنا حط يدوي كذا مرتاح من ما راح تشتغل عندي الميزة. والميزة الجديدة بالخرائط، لو تخش على خرائط أبل تروح تسوي فلاي أوفر، الحين تنزل المدينة تقدر الحين تفتر بالجهاز كذا وتشوف المدينة كاملة، أو إنك تخليها باللاندسكيب كذا تشوف المدينة. تقدر تزوم طبعا تمشي، أو إنك تاخذ جولة في المدينة اللي هي تور، تضغط عليها الجهاز بالحالة يمشي ووديك الأماكن المعروفة في المدينة ويكتب لك أساميهم. هذا سانتا مونيكا، كل مكان يروح عليه راح يكتب لك اسمه. تقدر توقف على المكان اللي راح فيه، تقدر تفتر نفس الحركة. وبرضه في الخرائط، الحين أبل بدأت تسوي خرائط داخل المولات والمطارات، فالحين تقدر تستخدم خرائط أبل داخل المطار مثلا، تقدر تشوف وين نقطة التفتيش اللي داخل المطار، وين الجيت حقك، وش الأشياء اللي موجودة تقدر تمشي. فإذا كنت داخل البرنامج خرائط أبل، تروح المطار اللي تبيه وتدخل كذا، بتشوف البوابات مثل ما تشوفون كذا، تعرف وين تبي تروح. طبعا هذه تنطبق على المطارات والمولات، الان بدأت أبل تشتغل عليها. تقدر تغير الطابق اللي انت موجود فيه، تضغط هنا مثلا الفرست راح يكون كذا، الثاني نفس ما شفتوه، هذا الثالث راح يكون للقطار وبعض الأماكن. الآن أبل حطت خيار أنك تقدر تزوم بيد واحدة، أنك تضغط ضغطتين وتسوي كذا. والآن أبل أضافت خيار حفظ الصور في أكثر من برنامج، الحين تقدر تحفظهم بالخيارات اللي هنا، أو أنك تقدر تحفظهم في الآيكلاود. لو تضغط هنا راح تشوف الجهاز حقك هنا، وهنا الآيكلاود أو أي حساب عندك ثاني. مثلا لو تروح الآيكلاود تختار في أي فايل تبي تحطهم، مثلا لو بحطهم في الديسكتوب بختار هنا بسوي الإضافة، أدخل الديسكتوب وأدخل الملف هذا راح أشوف الصور اللي حفظتها. طبعا هذه تنحفظ في الآيكلاود، يعني أقدر أشوفها في الآيباد، أقدر أشوفها في الآيفون، أقدر أشوفها في أي جهاز ثاني مسجل فيه في نفس الآيكلاود. بما أن الآيفون 10 حجم الشاشة كبيرة، فصعب أنك تستخدمه بيد واحدة، خصوصا لو جيت بتكتب شيء مثلا، لو بتروح تشوف الكيبورد كيف. فأبل حطت لك خيار أنك تكتب بيد واحدة، فلو بتفعل هذا الخيار تخش الإعدادات عام، تدخل لوحة المفاتيح اليد واحدة وتشغلها تبيها يسار او يمين بكيفك انت. لو شغلناها على جهة اليسار فبتشوفها كذا، تقدر كذا تكتب بيد واحدة، او تسوي لها سويتش تخليها كامل، او انك تضغط هنا فترة تقدر تسويها مثلا يسار، او ترجعها يمين كذا، تقدر تكتب بيد واحدة كذا اسهل لك. والان اذا صورت شاشة الايفون مثلا صورة واحدة او صورتين راح تجمعها في نفس الجهة، تقدر تضغط عليهم، تقدر تصفحهم كذا، تروح للاولى او تروح الثانية، تقدر تكتب عليهم الحين الأشياء اللي تبيها، أو تحدد أو تسوي أي شيء في خيارات هنا، وتغير اللون، أو كمان تقدر تكبر على شيء مثلا، تحط المكبر كذا. لو تلعب في الخيارات هذه راح تعرف أشياء كثيرة. وبرضو تقدر تقص الشاشة تأخذ الحجم اللي تبيه. بعد ما تخلص من التعديل تقدر تضغط تم وتحفظ الصورة، أو إنك تسوي لها حذف كيفك كذا، انحذفت ما انحفظت عندك في ألبوم الصور. وهنا خيار جميل انك لو جاتك مكالمة بعد كم ثانية تحددها يرد على المكالمة على طول. مثلا كنت تجري او شيء ولا تبي توقف عشان ترد على المكالمة، تخلي رد تلقائي، وعندك مثلا سماعة بلوتوث او شيء، فتخش الاعدادات عام، تخش
إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، تنزل تحت إعادة توجيه المكالمة الصوتية، تختار مثلا تبيها بس على سماعة الرأس البلوتوث أو السماعة العادية أو تلقائي بكيفك، تحدد الوقت اللي هنا تبيه مثلا بعد كم ثاني تبيها ويتم الرد تلقائي. طبعا حلو الميزة هذه إذا كنت تجري أو شيء والجهاز في جيبك أو في كتفك، بعض الأكسسوار اللي تحطهم في الكتف وانت تجري وردي حاط بلوتوث وما تبي توقف عشان ترد فتخليه يرد تلقائي. طبعا هذه لحق وقت معين بعدين مثلا بعد الجري توقفها. خلونا نتكلم الآن أكثر عن كنترول سنتر، لو بنخش عليها من يسار أو من يمين حسب اللغة مثل ما قلت لكم. الأكثر الأشياء اللي هنا موجودة تقدر تعدل عليها بالفورس تاتش، مثلا الحين هنا تقدر تشغل الشبكة وتطفيها والنمط طيران البلوتوث الوايرلس، وتقدر في خيارات زيادة لأنك تضغط على 3 دي تاتش تكون لك خيارات أكثر. أكثر الخيارات تخش عليهم هنا فيهم 3 دي تاتش، مثل الإضاءة في خيارات زيادة هنا، أو الصوت برضو لو عندك كابل تي في برضو مع الفلاش، لو تضغط 3 دي تاتش تقدر تقوي الفلاش على حسب الإضاءة اللي تبيها، مثلا خفيفة أقوى أقوى كيفك. وبرضو مع الكاميرا بال 3 دي تاتش تقدر توصل للخيارات سريعة. طبعا أول ما تشتري الجهاز بتجيك خيارات أقل من هذا في الكنترول سنتر، تقدر أنت تزيدها بكيفك، تعدل عليها بالأشياء اللي تبيها. بأنك تدخل الإعدادات تروح مركز التحكم، تخصيص عناصر التحكم، تختار أي شيء تبي. مثلا هنا نمط الطاقة مثل ما أني حاطة هنا، أقدر مثلا أخلي أول واحد فأرفعه فوق كذا راح يكون هنا، فأي خيار هنا موجود يطلع لك هنا في مركز التحكم. الخيارات الثانية اللي تحت أنا ما بحطها ما أحتاجها، فأنت بكيفك تسوي الشيء اللي تبي. مثلا الكاميرا ما تحتاجها تكنسلها، راح تنزل عندك تحت هنا، وقت ما تحتاج تقدر ترجعها. فالحين الكاميرا مش موجودة هنا. خلونا نتكلم الآن عن تسجيل الشاشة. طبعا أول ما تشتري الجهاز ما راح تكون موجودة، أنت تخش الإعدادات مركز التحكم تشوفها تحت هنا، تضغط عليها بلس وتصعد لك فوق، راح تكون فوق في التضمين تسجيل الشاشة. كذا بيكون عندك تسجيل الشاشة. قبل ما تضغط عليه تقدر تضغط عليه 3D Touch، وتبي تسجل الشاشة بصوت لازم تشغل هذا الخيار، ما تبي صوت تقدر تطفين. مثلا لو بشغل الصوت الحين بس تضغط على تسجيل الصوت راح يعد لك تنازلي من 3 إلى 1. إذا صارت الساعة عندك لونها أحمر بكذا يعني يسجل أي شيء تسويه الحين في الشاشة، راح يسجله صوت وصورة. بعد ما تخلص من التسجيل تضغط على الساعة وتسوي إيقاف، راح يجيك إشعار أن تم حفظ الفيديو، وتقدر تسحب عليه من تحت تسوي له عرض أو حذف بكيفك. لو بتضغط عرض راح يفتح معك المقطع من ألبوم الصور تشغله. في آخر سوفت وير أعلنت عن أبل هو iOS 11. أبل أعلنت عن الثيم الليلي أو كيف توصل له. تخش الإعدادات، تدخل عام، تنزل تحت إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، تسهيلات الشاشة، لون معكوس، عكس ذكي. كذا صارت عندك الإعدادات لونها أسود، لكن المشكلة في بعض البرامج ألوانهم تتغير. وبرضه لو بتفتح صورة عندك بعض الصور عندك تكون ألوانها تختلف، فأتمنى أبل تعدل الخيار مثل الخرائط هنا كيف صار لونهم. وتقريبا أفضل شيء يكون في الإعدادات تحس يصير جميل، أما في التصفح أو أنك تخش الواتساب أو التويتر ما تحس اللون حلو، بأنه عاكس اللون، فأي أسود يكون أبيض وأي أبيض يكون أسود. فأنا التويتر حاطة اللون الأسود صار أبيض، لو بعكسه بكذا صار أسود، لأنه بالأصل عكسته سويته أبيض. نخش اليوتيوب واليوتيوب وردي لونه أبيض هنا، فأي شيء لونه أبيض صار أسود. برضو في الآيفون 8 والآيفون 10 والآيفونات الجاية بعدين أبل حطت أخيرا ميزة روتون بعد ما كانت حصرية بس على الآيباد لسنتين. الميزة تقدر تشغلها، تخش الإعدادات تروح الشاشة تشغلها من هنا، وتقدر من الكنترول سنتر أسرع 3D Touch على الإضاءة وتشغلها من هنا. طبعا الميزة هذه شنهي إضاءة الشاشة تتغير بنسبة قليلة على اللون الدافي علشان ما تأثر على عينك، على حسب الأجواء اللي نجالس فيها. مثل كذا حين مشتغلة كذا تكون طافية، طبعا ما تحسون في الاختلاف لأن بيني وبينكم كاميرا، لكن في الحقيقة تحس بفرق. حين الألوان صارت الآن بيضة قوية، أما إذا شقلتها شوي تصير صفرة، ممكن تحسون بفرق خفيف. لكن إذا مسكتوا الجهاز الـ8 أو الـ10 أو الآيبادات الـ 2016 أو 17 راح تحسون بفرق. طبعا هذه الميزة تخفف الضغط على العين،
اللي يواجهون صداع او ضغط على العين باستخدام الاجهزه يجربون دي الميزه. الان لو ندخل في الاعدادات ونروح لشاشه العرض والاضاءه راح نحصل فقط ايقاف تلقائي، تحدد الوقت اللي تبيه عشان تقفل الشاشه، لكن تبي الاضاءه تخف تلقائي مش موجوده في الخلفيه او في شاشه العرض. اذا كنت تبي تفعلها ابل غيرت مكانها، لازم تخش العام امكانيه وصول ذوي الاحتياجات الخاصه وتنزل على تسهيلات الشاشه راح تحصلها هنا. هنا اذا كنت تبي توفر مساحه في جهازك تخش الاعدادات عام، تروح مساحة تخزين الايفون تنتظر على ما يفتح الصفحة، طبعا تطول على حسب البرامج اللي عندك في الجهاز. بعد ما تفتح معك تشوف البرامج عندك هنا وكم ماخذين في الجهاز عندك. في خيار لو تخش على مثلا الواتساب اقدر اسوي حذف للبرنامج، لكن البيانات اللي موجودة في البرنامج ما راح تنحذف، بكذا راح استقل مساحة لانه راح يحذف البرنامج لكن ما راح يحذف البيانات والمستندات اللي في البرنامج. إذا كنت برجع أحمل البرنامج أحمل المستندات والبيانات خش أبو ستور وحمله راح يرجعون لي مرة ثانية، إزالة التطبيق مش حذف التطبيق. وبكذا راح أنهي معكم ثاني جزء. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، وإذا حسيتوا بالجهد اللي سويته إن شاء الله تكرموني بلايك واشتراك في القناة. في أشياء صعب أني أسويها في الشقة بما أن الجدران اللي عندنا هنا خشب، فأي صوت يكون في غرفة ثانية عندنا أو جارنا راح يوصل الصوت هنا، فلازم احدد وقت ما يكون في احد جالس. فبنهاية الفلوق ارجع اقول لكم لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، واسف على صوت بنتي والسلام عليكم.